يقتل ابنته ويخفي جثتها داخل ثلاجة لمدة عام. تم أمس الاثنين 8 جنفي 2024 الكشف عن تفاصيل الجريمة المتعلقة بالعثور على جثة آدمية متحلة مفصولة الرأس بمجرى وادي غنيم بمنطقة جوهرة سوسة. وقال الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة واحد وسام الشريف في تصريح أن عناصر الأمن ألقوا القبض أمس على المشتبه في ارتكاب جريمة القتل التي تأكد أن ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 14 عاما. وتفيد المعطيات بأن الجاني أقدم على قتل ابنته في أول العام الفارط، وأرجع ارتكاب فعلته الموحشة إلى عدم رضاه على سلوكها، وعمد إلى الاحتفاظ بالجث في ثلاجة منزله قبل أن يقر إلقائها في الوادي. وأضاف الناطق باسم محكمة سوسة أنه تم العثور على كراس اقتطعت منها أوراق وجدت بجانب الجثة على شكل رسالة تضمنت كيفية ارتكاب الجريمة وتوريط أشخاص قصد التمويل، كما تم حجز الثلاجة التي وضعت فيها الجثة لمدة عام. وقد اعترف المشتبه به بالتهمة المنسوبة إليه.